يا صباح الفل والجمال عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة يا رب، وبادئين كده ومنتظمين وشاطرين. عايزة اول حاجة بس اشكركم على كلامكم امبارح والدعاوي اللي انتوا دعيتها لي، عشان خاطر لما قلت لكم ان انا كنت غايبة ليه وكده، فبجد تسلموني انتوا والله، بجد مش كلام، انتوا مش متابعين والكلام ده، لا انتوا فعلا بحسكم ان انتوا اخواتي، فبحبكم جدا والله، وبزعل لما بغيب والله، بس ساعات بيبقى كتير والله، بيبقى غصب عني يعني. فالنهارده بقى قلت كده اعمل لكم فيديو برضو وانزله لكم ان شاء الله، عشان خاطر الناس اللي غبت عنهم الفتره اللي فاتت ان شاء الله ينتظموا معايا، ولو لسه ما بداتيش ابدأي من دلوقتي، من وقت ما تشوفي الفيديو ابدأي، حتى لو لخبطتي في اليوم خلاص ابدأي بقى من اللحظه دي. فانا دلوقتي بقى وديت سمسمة عمر الحضانه ورجعت البيت. اول ما رجعت يا بنات شربت ميه، ما شربتش نسكافيه ولا فطرت ولا اي حاجه، لا شربت ميه بس. والنهارده ان شاء الله قلت هلعب تمارين الدراعات بالدمبلز، والمدربه دي مش فاكره اسمها بصراحه، بس هي موجوده على اليوتيوب منتشره يعني، بس مش فاكره اسمها ايه بصراحه. دي اللي لو عشان ما يحصلش ترهلات في الدراع، لما مثلا يكون دراعك مليان او حاجه، التمارين دي فعلا بجد حلوه جدا اللي هي بتعملها. فانا هبدا العب زي ما هي هتعمل التمارين بالظبط ان شاء الله، وهخلص التمرين بقى، وبعد كده بقى ايه نشوف هنفطر ايه. هنا بقى بعد ما خلصت التمرين وطبعا خدنا شاور بقى وكده وظبطنا، هبدا بقى ان انا اعمل الفطار بتاعي النهارده برضو ان شاء الله. هفطر كورن فليكس، انا واخده كده اسبوع ان انا هفطر كل يوم فطار مثلا اجيبه بالاسبوع، لان انا بجيب اكل بالاسبوع، فانا قلت هعمل مع النظام مع نفسي اللي هو يعني الفطار ده هيكون ثابت معايا اسبوع، فاهمين قصدي؟ فانا هعمل برضو كورن فليكس ساده بدون اضافات، مش بالشوكليت ولا بالاي حاجه ولا بالعسل ولا الكلام ده، لا كورن فليكس ساده خالص، مش لازم تجيب اللي هو الدايت يعني، بيبقى طعمه بصراحه عامل شبه العيش الناشف، مش بيبقى حلو خالص بصراحه، وكمان يعني كده كده ده فطار الصبح، على بالك اخر اليوم يكون اتحرق يعني. فالبوله دي يا بنات عشان برضو لو تقولوا لي مثلا طب احنا ناخده قد ايه كورن فليكس، دول مثلا حوالي 8 معالق كبار اللي هي بتاعت الاكل يعني، حوالي 8 معالق كده او حاجه، بيكون دي كميه الكورن فليكس اللي انا باخدها. دلوقتي بقى بصوا، انا عندي شوكولاته اللي هي اللايت بتاعت كورونا دي، كانت اخر قطعه انا باخد منها قطعه وبشيلها في فريزر عادي، فبتقعد معايا، وفي نفس الوقت انت برضو دخلتي جسمك شوكولاته مثلا انت بتحبيها او حاجه، بس طبعا دي لايت من غير سكر يعني. بحطها بقى يا بنات على الكورن فليكس كده على الوش، وبعد كده ببدا ان انا هسخن بقى اللبن ده، انا هستخدم لبن جهينه خالي الدسم. بعد لما بسخن بقى اللبن بحط السكر في اللبن وبقلبه على اساس ان انا افضيه في الكورن فليكس النسكافيه، يكون السكر ده كويس. لو انا بحط السكر اللي هو مثلا الدايت على الكورن فليكس على طول، بيحس ان هو مش بيدوب كويس السكر، فانت دوبي السكر في اللبن بس، بس يكون اللبن على الكميه اللي انت هتستخدميها بس، يعني انا الكميه دي اللي انا هستخدمها بس، نص كوبايه مثلا وكوبايه نسكافيه، فهمتوا قصدي ازاي؟ فبس فهيكون بقى ده الفطار بتاعي. هو ممكن ايه كل انت مع حب يعني مالك محنتش الدنيا كده وبتقلق، انا بحب ايه اللي هو يعني ادلع نفسي بصراحه، اللي هو يعني ايه الواحد يعني مش لاقي حد يدلعه فهو يدلع نفسه. فانا ايه بحب اللي هو ايه اظبط بقى ايه الفطار يكون شكله حلو، على فكره ده العادي مش عشان التصوير والله، انا بحب فعلا كده، بحب اللي هو اكون الحاجه مظبوطه، تكون الحاجه شكلها شيك وانت بتفطري او انت بتتغدي، والطبق يكون شكله كويس، على فكره الحاجات دي بتفتح النفس وبتخليكي تتشجعي اكتر، انما لما بتحطي الحاجات كده وبتاع ويلا وخلاص، مش عارفه يعني انا لا انا من زمان انا كده على فكره والله، مش مثلا مش عشان التصوير بس، وممكن ناس تقولي طب احنا الوقت ولسه هنعمل مش عارفه ايه، مش مشكله يا جماعه يعني، ده وقت لنفسك يعني، لما انت تدلعي كده نفسك تقعدي في روقان، تجيبي مسلسل حلو، تجيبي كده حاجه تتفرجي عليها وانت قاعده بتفطري في هدوء يعني، انت نفسك ليها حق عليكي، انتوا فاهمين قصدي؟ فلازم تدلعوا نفسكم. احنا مش لاقيين دلع طبطبة الايام دي، فاحنا بقى احنا هنطبطب على نفسنا وهندلع نفسنا يعني، فهمت قصدي؟ فبس كده. فانا بقى هنا عملت بقى كده خلاص النسكافيه، وهبدأ بقى ان انا افطر،
وبعد الفطار بقى ده هنزل طبعا روتين كل يوم، هجيب سمسمة وعمار من الحضانة ان شاء الله. وبعد كده بقى ايه هشوف هنتغدى ايه النهارده، وهعمل برضو معاكم. في بقى نوتة دخلت على الانستجرام قالت لي منى انا مش بعرف اعمل خضار السوتيه، هو مفيش اي حاجه خالص، انا هوريه لكم برضو النهارده، لان انا هعمل برضو خضار سوتيه معايا طول الاسبوع ده ثابت، وبيبقى حلو جدا وبيشبع جدا جدا، اللي اكتشفته يعني ان هو فعلا الخضار السوتيه بنات بيشبع جدا جدا يعني. فهعمله بقى النهارده ان شاء الله معاكم في الغدا، فهخلص بقى افطار وبعد كده ان شاء الله هنرجع لكم. بصوا بقى بنات، هنا بعد لما رجعت البيت طلعت بقى هنا بصوا الكوسه والجزر، دول كانوا عندي في الثلاجه، قلت بقى اعمل معاكم ازاي الخضار السوتيه. وده بصوا كان البروكلي اللي انا كنت جايباه، حطيته كده على النار، بس بصراحه يعني اتسلق مني زياده يعني تري شويه، هو البروكلي ما بياخدش دقايق وبتلاقيه استوى، فهمتوا قصدي؟ هقطع بقى الخضار كده بالشكل الطويل ده زي ما انتوا شايفينه، صوابع كده. انتي بقى حابه تقطعيه مربع، حابه تقطعيه صوابع كده زي ما انا مقطعاه، اللي يعجبك. بعد لما بقطعه طبعا بكون غسلاه الاول، وبعد كده هنزل عليه بقى بالميه السخنه، يعني غليت ميه ونزلتها كده عليه على طول، وهحط شويه كده من الملح، وبعد كده هحطه على البوتاجاز يغلي بقى على طول بس كده. وبعد لما بيطلع يا بنات يعني انتي بتحطيه يغلي وتحطي عليه الاول ميه سخنه وتحطي الملح عليه قبل ما تطلعيه على النار، تمام؟ اهم حاجة بقى عشان خاطر الخضار السوتيه يفضل لونه حلو معاكي، ان انتي تطلعيه في مية ساقعة بتلج، دي اهم خطوة، دي بيطلع بيخلي البروكلي والخضار كله لونه واحد وبيكون حلو جدا. فبس كده، فانا هطلع بقى كده الخضار في المية الساقعة، هسيبه شوية وبعد كده بصفيه على طول، وببدأ بقى ان انا استخدمه، بحطه كده في حتة زبدة وبملح وفلفل وفص توم صغنن قوي، وبتقلبيهم وبس على كده، شكرا يعني، متحطيش حاجة اي حاجة تانية. حابة بقى انت تحطي شوية بودرة بصل، بودرة توم، اللي يريحك يعني، انا بحط نقطة ونقطة وحبة مثلا سمسم في الاخر كده، فده اللي انا بستخدمه في الخضار السوتيه. بس كده بنات، هو ده طريقته وهو ده شكله، وهو ده شكله دلوقتي لما انا خلصت الغدا بقى كان بتاعي. خدت هنا 70 كفته وشريحه من الشيدر اللي انا كنت جايباه معاكم في المشتريات امبارح، والخضار اهو السوتيه، والتوست ده كمان يا بنات انا عاملاه، كنت عامله فيديو عن طريقه التوست ده، هبقى اشوفه لكم واحط لكم اللينك تحت في الديسكريبشن تحت، عشان لو حد حابب ان هو يعمل التوست الاسمر في البيت، انا حاطه له حبوب بذور شيا وبذور كتان، وحاطه له حاجات كتير قوي ورده، فطعمه بصراحه حلو قوي، بيشبع جدا التوست اللي انا عملته ده. بس كده، بصوا شكل الطبق بقى لما بترتبيه وتظبطيه كده بيفتح النفس ازاي، فعشان كده انا بقول لكم اهم حاجه ان انتي تظبطي الطبق بتاعك، لان العين بتاكل قبل البق يعني. فبس كده بنات، هتغدى بقى ان شاء الله، بعد كده هرجع لكم تاني. بصوا حبيت برضو اقول لكم ان انا بشرب طول اليوم يا بنات سوائل، بشرب ميه طبعا، بملى الازازه دي الواحده 5 كوبايات، فانا بملاها مرتين يعني 10، وبشرب بقى سوائل اللي هي الجنزبيل، ليمون، ينسون، اي حاجه عندك، بس طبعا من غير سكر، سكر دايت او من غير سكر خالص، تمام؟ فبس كده، فقلت اقول لكم برضو على النقطه دي. جينا بقى، كنت هنا على بالليل يا بنات، قلت بقى اخد كده سناكس وادلع بقى نفسي بعد ما نيمت بقى سمسمه وعمار وكتبوا الهوم ورك وطلعوا عيني وكده، قلت بقى ايه اقعد بقى ايه يعني اروق على نفسي شويه. فكنت جايبه الفلامينكو اللي هو اللي بالشوفان والسوداني ده ب5 جنيه، هو سعره ده بيكون يا بنات السعرات الحراريه بتاعته 20 كالوريز لكل 10 جرام، وهو 75 كالوريز او 70، لا هو قصدي 70 جرام ام 75 جرام يعني، فهيعمل 140 كالوريز الكيس ده كله، متخيلين؟ وطبعا احنا كستات او كبنات بنحب طبعا السناكس بقى، الشيبسيات والحاجات دي، فدي طبعا هتعوضنا عن الشيبسيات والبيبسي والكلام ده، بس طبعا مش هينفع اللي هو ناكله منه كل يوم كل يوم يعني، ممكن 3 ايام يومين بالكتير في الاسبوع، تمام؟ فحبيت برضو اقول لكم على ان احنا السناكس ده معانا جدا جدا ينفع معانا، لانه هو فعلا بيشبع ومفهوش
سعرات حرارية كتير يعني. فبس كده، فانا بقى ايه هقعد دلوقتي اكله بقى وانا بتفرج كده على مسلسل، وبعد لما اخلصه ممكن هيعدي مثلا حوالي ساعة او ساعة ونص كده، هعمل كده شوية حاجات في البيت تانية ورايا. وبعد كده ان شاء الله هشوف بقى العشاء هيكون هاكل ايه النهاردة. لو انتي بقى وصلتي معايا لاخر الفيديو ده، ما تنسيش اللايك والكومنت والشير والكومنت الحلو اللي زيك، عشان خاطر تشجعيني ان انزل فيديوهات اكتر ان شاء الله. هنا بقى انا كنت حضرت العشاء بتاعي يا بنات، عملت هنا بيض اومليت تمام بحته زبده صغننه جدا، وخدت شريحه من التوست. عايزه اقول لكم ان التوستايه دي صغنونه، حجمها صغنن جدا، مش توستايه كبيره يعني. بس وعايزه اقول لكم ان هي بتشبع جدا، لان انا حاطه لها حبوب زي ما قلت لكم، وحاطه لها كمان رده، فالموضوع لا مشبع جدا يعني. وخدت خس. بس كده هو ده بقى كان العشاء بتاعي. وطبعا كوباية المية قبل العشاء او قبل الغداء او قبل الفطار، تشربي كوباية وبعدها مثلا بنص ساعة او ساعة تبدأي ان انت تشربي اي سوائل اللي انت عايزاه. يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم، وشكرا على كلامكم دايما بتشجعوني، وما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، وقولوا لي برضو لو في حاجة او كده عايزين تعلقوا عليها او تقولها لي قولها لي. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد يا رب. وما كنتش ازهقكم ان انا بنزل كل يوم فيديو، بس والله هو عشان خاطر ان انا عايزه اشجعكم يعني، ولما بلاقي فرصه بحب انتهزها بصراحه وانزل لكم فيديو على طول. فبس كده، اشوفكم بقى ان شاء الله على خير، واستنوا فيديوهات جايه باذن الله كتير، وتصبحوا على الف خير يا رب. باي باي.